حاليا دائما أقام طلبة أم البواقي من الصحراء الغربية معرضا للصور الفوتوغرافية التي استحضروا من خلالها اضطهاد من معاناة الشعب الصحراوي في مساره السياسي اتجاه استقلاله وسيادته. المعرض الذي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر وسط مدينة أم البواقي. التقرير لفخر الدين طراي. طلاب بجامعة أم البواقي قاموا بمعرض للصور الفوتوغرافية التي تعكس معاناة الشعب الصحراوي وتبعث بآماله نحو الظفر بحرية وكرامته السيادية. طلاب وطالبات جمعوا كما هائلا من الصور وصنعوا منها معرضا استقطب عشرات الزائرين. الهدف من إقامة هذه التظاهرة هو التضامن مع الشعب الصحراوي والتآزر وتمسك الدولة الجزائرية بموقفها الثابت الذي لطالما عبرت عنه في كل المواقف وكل المحافل الدولية. باسمي وباسم الطلبة الصحراويين وباسم الشعب الصحراوي كافة، شعبا وحكومة، إلا نتقدم بجزيل الشكر للدولة الجزائرية كشعبا وحكومة، ألا وهو نابع من ثورة الفاتح من نوفمبر. إن شاء الله بربي وفرحهم ربي باستقلال، بربي إن شاء الله، وإن شاء الله حتى فلسطين حتى هي إن شاء الله يفرج عليها ربي. يقولوا باللي المساندة تاعنا راح تكون مساندة يعني تلقائية يعني للشعب الصحراوي، وصباح يعني كانت حضور قوي للجمهور. هذه المناسبة الفريدة من نوعها والتي تشهدها ولاية أم البواقي لأول مرة حملت بين طياتها رسالة إنسانية واجتماعية لهؤلاء الطلبة، لاقت ترحيبا ومناصرة من قبل المتعاطفين بعد أن جمعت خلالها أعلام الصحراء الغربية بأعلام الجزائر داخل بهو القاعة.